أثار القصد العشوائي على قرية الجديدة قريب جسر الشبور. أثار القصف في قرية الجديدة أحد المنازل القديمة. لم تسلم من القصف. الكنيسة لم تسلم. وهذا كمان الحاصل ومبنى الكنيسة في الجيدة. شعال كهرباء وأول مصدر للكهرباء بسبب قربنا من مكان القصف. شظايا على الجدران. صار القصف العشوائي على قريب الجيدة. عليات المخايا كذا يعني حاولوا تبنوا بالضبط.